هل بات الوضع في العراق بحاجة إلى ثورة شعبية جدية لتدارك ما يمكن تداركه بعد الانحطاط العام الذي بلغه؟ وما هي الأسباب والعوامل التي حالت دون تحول الحركات الشعبية السابقة والراهنة إلى ثورة شعبية قادرة على صنع التغيير الحتمي؟ ولماذا اتسمت الحركات الشعبية السابقة في معظمها بالمناطقية والجهوية ما سهل على السلطة والميليشيات الاستفراد بها ثم قمعها؟ هذا ما سنبحثه في الحلقة القادمة من برنامج طاولة حوار.